القاهرة الدولي أنقل لحضراتكم كل التحية، حيث يستقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، والذي حطت طائرته منذ لحظات هنا في أرض القاهرة، حيث يقوم بزيارة لمدة يومين يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر التي تقوم بجهود عربية مهمة ومثمرة في إطار التعاون العربي وفي إطار بلورة مواقف عربية ورؤية عربية موحدة واضحة تجاه العديد من القضايا، حطت الطائرة كما تتابعون من خلف طائرة الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر. مصر التي استقبلت العديد من رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية خلال الفترة الماضية، وكان آخرها زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية منذ أيام، ومن قبلها كذلك استقبال ملك البحرين، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك ملك الأردن في شرم الشيخ في إطار التشاورات العربية الأخيرة، والتي من أهم مضامينها الخروج بمواقف مشتركة وبرؤية واضحة. إن اللحمة العربية والتعاون العربي الوثيق هو هدف مصري صميم تحرص القيادة السياسية في مصر دائما على تكريسه وعلى دعمه وعلى الوصول إلى موقف أو مواقف عربية مهمة، خاصة في ظل عالم يموج بالكثير من التوترات وبالكثير من المشكلات على الأصعدة المختلفة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو البيئية، وكذلك الأوبئة التي اجتاحت كثيرا من مناطق العالم مؤخرا. فها هي الدول العربية تحاول أن تتماشى وأن تستعد لمواجهة هذه الظروف التي أبسط ما يمكن أن توصف به على المستوى العالمي أنها ظروف صعبة للغاية. مصر كذلك تستقبل استثمارات بعد أن عدت العدة في الاهتمام ببنيتها الأساسية، واستقبلت استثمارات من مختلف دول العالم في مناطق كثيرة أهلتها مصر لاستقبال هذه الاستثمارات، وربما كان آخرها الإعلان عن عدد من الاتفاقيات المصرية السعودية، 14 اتفاقية، وكذلك تم الاتفاق مع قطر خلال الفترة الماضية على الضخ باستثمارات قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي. وربما من المتوقع خلال هذه الزيارة ومن خلال اللقاءات المتكررة للمسؤولين المختلفين القطريين أو غيرهم مع المسؤولين هنا في مصر التوقيع، من المتوقع توقيع اتفاقيات أخرى للاستثمارات وضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري. فمصر دولة جاذبة للاستثمارات، ومصر دولة حرية بأن تتجه إليها مختلف الاستثمارات من مختلف دول العالم. الآن قد حطت طائرة الأمير تميم بن حمد الثاني، حيث يستقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير قطر هنا في القاهرة في هذه الزيارة المهمة، والتي من المنتظر أن يكون لها الكثير من النتائج الإيجابية. تأتي أيضا المشاورات العربية ومنها التي تتم في مختلف الأماكن والأقطار، وعلى رأسها مصر، وفي قلب العروبة وفي قلب الدول التي تسعى باجتهاد من أجل بلورة المواقف المشتركة. بطبيعة الحال مصر فهي قلب الأمة العربية، تأتي قبل أسابيع من قمة خليجية أمريكية ستعقد في جدة في 16 من الشهر المقبل، شهر يوليو، وتأتي هذه الزيارات
وهذه اللقاءات المهمة للخروج برؤى مشتركة ومواقف تبلور من خلال الاجتماعات واللقاءات، وكذلك من خلال الاتجاه إلى دعم هذه العلاقات بالمصالح وبمصالح الاقتصاد. فالكثير من العوامل المشتركة هي بين الدول العربية بينها وبين بعضها البعض. الحقيقة أن المتأمل في تاريخ الدول العربية سيجد أنها كان هذا التاريخ مليئا بكثير من الزخم على المستويات المختلفة. هو تاريخ اتجه للنضال، هو تاريخ اتجه لدعم هذه العلاقات على مدى عشرات السنين. مصر لها علاقات وأواصر لهذه العلاقات طيبة مع كل الدول العربية، مع مختلف الدول العربية، وقد بدأت العلاقات المصرية القطرية منذ عام 1972 منذ إنشاء وتأسيس المملكة القطرية. وها هو اليوم حلقة أخرى في سلسلة لقاءات كثيرة وفي سلسلة علاقات وأواصر ممتدة على مدى عشرات السنوات. إذن مشاهدي الكرام، قد حطت الطائرة القطرية، طائرة الإمارة القطرية، الآن هنا في مطار القاهرة على أرض المطار، وينتظر أن يفتح الباب الآن، حيث يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير تميم بن حمد الثاني أميرة دولة قطر هنا في القاهرة لبدء هذه الزيارة التي تستمر على مدار يومين. وغدا إن شاء الله تعقد مباحثات مهمة للغاية بين الدولتين، سبقتها مباحثات مصرية سعودية منذ أيام قلائل، وأذعناها بطبيعة الحال على حضراتكم وحللناها على شاشات التلفزيون للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الذي أيضا استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في القاهرة، ومن قبلها استقبال الأمير حمد بن خليفة بن حمد أمير البحرين، حمد بن خليفة أمير البحرين، وكذلك الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في شرم الشيخ. لقاءات متعاقبة، لقاءات مثمرة للغاية، ولقاءات مهمة. وها هي مصر تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تلم الشملة العربية دائما، وأن تتجه صوب مواقف قوية ومواقف مشتركة من أجل لحمة عربية ومن أجل مستقبل عربي ولأجل أجيال مقبلة في مختلف الأقطار العربية تنتظر من قيادتها، وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة بشكل أو بآخر تنتظر منها الكثير، تنتظر نظرة إلى المستقبل، تنتظر تخطيطا وإسهاما حقيقيا في سجل الحضارة الإنسانية. فقد كان الإسهام العربي والإسلامي على مدى ليس فقط مئات بل آلاف السنين في هذه المنطقة المهمة من العالم إسهاما حضاريا مميزا، وقد آن الآن للأمة العربية ولمختلف الأقطار العربية أن تعيد مرة أخرى هذا الإسهام الحضاري والثقافي المهم. وها هو مشاهدي الكرام، الآن ستبدأ مراسم الاستقبال الرسمية للأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، الذي وصلت طائرته الآن إلى أرض مطار القاهرة، ويستقبله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمطار القاهرة الدولي، والذي يحل ضيفا كريما على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين.